مرحبا يا حلوين، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد، طبعا اليوم الفيديو راح يكون عن كيك طبعا من سلسلة قصص رعب المي بلاي هوم، فبتمنى إنها راح تكون لا ولا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب بالكومنت وبس، يلا نبلش بالفيديو، طبعا شكرا كتير, كتير 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 على سبعة ألف مشترك، عن جد كثير كتير كتير وأنا عن جد كتير فرحانة ويا بقينا كم ألف بس نوصل تلاتين ألف مشترك، فبس نبلش بالفيديو. حسن حسن اصمت اوه نوم لم تأت اليوم بالتأكيد اه حسن سوف المدرسة اه صحيح سوف انتقم اليوم منهم جميعا مما فعلته تلك الفتاة خصوصا تلك تطردني من نادي الطبخ لان انا فيه سوف اريها سوف اقوم بقتلها اليوم يعني ليس على انه سوف يكتشف اي احد لا يوجد اي كاميرات في المدرسة على اي حال ترى هي حقيبتي آه إن كان كلهم كركب من ما فعلته ليلة أمس، أنا تقريبا أعتقد بأن هذا ما كان نفس الشيء اللي تفعله أمي يعني بالتأكيد، آه أخيرا وصلت إلى المدرسة، لا أدري ربما ربما أسامحها يعني أنا كنت لئيمة نوعا ما ولم أدعها أن تكون الرئيسة للنادي ولو لمرة واحدة، ربما كنت أستحق هذا، سوف أذهب لترى إنهم أصدقائي. <applause> آه إلهي ما ما تلك الفتاة لك آه مرحبا آه إلهي إنها انتي ما تفعلين هنا انها قد ضربتني كيف كيف تضربيها ماذا لم أضرب أحدا أنا فقط وصلت للتو آه لك من كاذبة أنظروا من دفعته بعينها لقد لقد ضربتني في عيني والآن عيني تؤلمني كثيرا لكن أنا لم افعل أي شيء ماذا لقد وصلت للتو فقط انظر حتى الحقيبة في يدي أنا لم أضعها في خزانتي آه يا لك من كاذبة ماذا؟ ما تقصدين كاذبة؟ لم أفعل أي شيء صدقوني، تصدقون هذه الفتاة علي؟ يعني بالتأكيد أنت أيضا نائمة، وبالتأكيد قد قمت بضربها بعد ما قامت بطردتك هي من النادي، لقد طردتك يا ليلى أنا ألا تذكرين؟ أجل لقد طردتني لكن من المستحيل أن أقوم بضرب أحد. آه يا لك من كاذبة، أنا متأكدة من أنك ضربتها، أنت لست صديقتنا بعد الآن، ابتعدي عنا، أنت شريرة، لكن أنا لم أنا لم هيا نذهب ونبتعد عن هذه الشريرة، هيا تعالي، حسنا، إلى اللقاء، أيتها الشريرة، <applause> لأ ما هن تلك الفتاة، حتما سوف أقوم بقتلها، حتما سوف أقتلها، يعني هذه ليست أول مرة أقتل فيها أصلا، سوف أريكي، سوف أريكي أنا، فقط إنتظري، أثناء حصة الإستراحة، حسنا إذا هذه حصة الإستراحة، لقد حضرت هذه من المنزل وأخذتها اليوم معي، سوف أعطيها لها. حسنا إذا سوف أدخل سوف ترين مرحبا آه، ماذا فعلين هنا لم أقل لك بأنك مطرودة وأنا تدخلين مجددا إلى هذا النادي أنا الآن الرئيسة هيا أخرجي أنا يا إلهي إنها وقحة حسن إذا أريد أن أعطيك فقط شيء ما هو آه، أريد أن أخبرك شيئا أيضا قولي بسرعة ليس لدي وقت لك أنا أعرف أنك أنت من ملأت الكتاب بالماء ماذا؟ وانك ايضا وضعت شيء في لكي انا اخسر وانت تفوزين بال... بالنادي ماذا لكن انا واظن انت الان تلعبين دور بانك انت المصابه هنا وانك انك لأنني ضربتك اليس كذلك وكذبت عليهم ما ك... كيف عرفت كل هذا انا الان غبيه تريني بانني غبيه امامك أ... انا انا لم أنا... انا, لم انا لم اقصد انا أه... اسمعي انا اصلا لم اتي هنا لكي اهددك او ما شابه فقط اريد ان اعطيك شيئا م? امسكي هذا أه كبكيك أه اجل انها كب كيك خذيها كلها اتمنى ان تعجبك أه حسنا اذا انها لذيذة حقا اسهل بالطبع انها رائعة جدا تريدين المزيد منها أه بالطبع اريد من المزيد من فضلك أه حسنا اذا غمضي عينيك اه حسنا اذا ما تفعلينه أه لا ترى حسنا لا تنظري فقط قومي باغماض عينيك آه حسنا إذا سوف أقوم بقتلك آه ما هذا على رأسي موت سيدها الحقيرة حسنا إذا لن يدخل أحد إلى هذا النادي فإنه فقط وقت الأندية ولن يذهب أحد إلى النادي الآن سوف أقوم بقتلها سريعا وأنا أقوم بالطبخ عليها حسنا إذا قمت بتنظيف كل شيء وحضرتها إلى كب كيك أيضا لقد بدأت الحصة منذ زمن بعيد جدا آه إلهي علي أن أذهب الآن أنا الآن بعد الحصة حسنا انا قد انتهت سوف اذهب الان اليهم دورهم آه. اه, مرحبا ما تريدين اه ابتعدي من هنا ايضا آه. لم إلينا صديقتنا اه تلك التي من النادي آه. اجل هي إن هي لا اعرف لم اراها اليوم ولماذا قد اعرف اصلا يعني لقد اختفت فجاه اصلح لنا نكلمك ابتعدي عنا اجل ابتعدي آه. كلا انا لم أي شيء فقط انا اتيت لكي اعطيكم شيئا ما هو؟ إسرعي، كب كيك، انظري. آه، رائحته غريبة، مما صنعتيه؟ متأكدة إنك لا تريدين أن تعرفين، فقط تذوقي. آه، حسنا إذا، إنه لذيذ، آه، سعيدة بأنه أعجبك، أتريدين القليل أنت أيضا؟ ماذا؟ ك كلا، شكرا، متأكدة؟ آه أجل، يعني رائحته غريبة أيضا على أي حال، لذا، لا تقلقي ليس بها أي شيء. أي شيء ما تقصدين إذا أنا ذاهبة اليوم إلى المنزل ماذا؟ لا يزال لي يوجد هناك حصة لا بأس سوف أرحل عن المدرسة لن أحضرها سوف ترحلين يعني ماذا؟ آه ليس من شأنك أنا ذاهبة إنها حقا غريبة بدأت أشك بأنها قد جنت آه يا إلهي لا أدري ماذا بها آه يا إلهي ربما علينا أن نتحدث معها أوه كلا كلا آه صحيح نسيت أن أسألكم شيئا ما أه ما هو؟ أتريدين المزيد من الكب كيك؟ آآآ أه يعني أه لا أدري أنا أه يمكنني أن آخذ المزيد؟ أه أجل بالطبع أه صحيح نسيت أن أسألكم عن شيء ما أه نسيت تسألينه؟ ماذا؟ أتريدين المزيد من الكب كيك؟ آه أجل بالطبع لقد كان رائعا للغاية. آه، إذا يمكنك القدوم إلى منزلي اليوم ماذا؟ بعد أن تنتهي من مدرستك سوف أذهب لأحضر المزيد فقط خصيصا لك آه خصيصا لي آه، شكرا شكرا أنا سوف آتي ماذا؟ ماذا هناك؟ آه، سوف تذهبين إليها؟ آه يعني أجل بالطبع سوف أذهب آه كيف سوف تذهبين؟ يعني أنت لا تعرفين ما قد تفعله بك ربما تضربك مثل ما تضربت صديقتنا يعني هذا حقا رائع جدا لقد كان أفضل كب كيك تقطه في حياتي لقد كان رائع عليك تجربيها أنت أيضا تعالي معي كلا شكرا أنا لا آتي أنت متأكدة أجل آه حسنا إذا سوف اترك أحضر الحصة الآن آه أنا علي ألعاب حسنا إلى اللقاء اراك بعد المدرسة آه حسنا وبعد المدرسة وصلت قلصت لمنزلها سوف أطرق الباب الآن عليها لا انها هي سوف افتح لها مرحبا اه مرحبا اذا اين هو الكب كيك تفضلي انه هنا اه لقد حضرتيه لاجلي انا اقدر ذلك اذا يمكن ان اجربه الان اه اجل أتيت فقط الكب كيك اليس كذلك اه بالطبع أتيت فقط له يعني لا باس ان نبقى هكذا ونتحدث قليلا تعرفين اه حسن اذا لا باس هيا تفضلي كل ما تشائين اه لك نوعان سوف اجرب هذا إنه لذيذ للغاية آه <applause> مسرورة <مسؤال> أعجبك انتظري فقط هنا أنا سوف أحضر شيء وآتي آه حسن إذا لا بأس <ممم> حقا طباخة رائعة لا أدري لماذا قد رسبت في امتحان الذي هو نهج الطبخ ذلك لقد <مم> تورمت بتأكيد <مم> لقد عدت آه مرحبا آه لماذا تمسكين بهذا في يدك ماذا أمسك بماذا آه هذا لماذا تمسكينا؟ ماذا أنت خائفة؟ أعني أنا لما... لست خائفة بالتأكيد، كلا أنا فقط أه... علينا أن أذهب إلى المنزل، أه... لماذا؟ أه... لماذا تذهبين؟ لقد أتيت فقط للتو، أعني أه... أنا أمي قالت لي بأن لا أتأخر، أه... أنت لم تتأخري أبدا، أه... أه... افتح افتح الباب، أه... لماذا الباب لا يفتح؟ من قال بأنك سوف ترحلين على أي حال، تعالي، كلا أرجوك توقفي. يا له من غبية الآن باقي فقط واحد الآن ومن ثم سوف أنتهي من كل هذا سوف أقوم بتنظيف المنزل الآن يا إلهي في اليوم التالي سمعت بأن من المفترض أن تكون تقابل صديقتها في ذلك المكان أمام منزلها سوف أرى إنها هي بالفعل إلهي أين هي؟ آه تقريبا سوف أعود المنزل آه أوليفيا ماذا فعلنا هنا؟ آه لماذا أنت حزينة؟ أعني لقد إنتظرت ت-تأتي، إن أمها ولا والدها ليسوا في المنزل، لذا قالت لي بأن لا أدخل بدون إذ، طرقت الباب كثيرا ولكن لم ترد، لا أدري أين هي أنا في الواقع قلقة ربما قد تاهت منذ أن عدت من المنزل إلى التأمس صحيح؟ لقد ذهبت إلى التأمس ليس كذلك؟ أجل لقد أتيت، هل لا تعرفين أين ذهبت؟ كلا لا أعرف، حسن إذا أنا فقط سوف أعود إلى المنزل، إنتظري. ماذا هناك؟ لماذا لا تأتين إلى منزلي؟ لماذا؟ يعني إن منزلك بعيد كثيرا أليس كذلك؟ أجل إنه بعيد، لذا لما لا ترتاحين قليلا في منزلي ومن ثم تعودين إلى منزلك؟ حقا آه، أين هي يعني لم تقولي لأمك أو هكذا؟ كلا لا أحد يوجد في المنزل فقط أنا، آه إذا حسن إذا سوف آتي، حسن هي تعالي معي، أجل آه، هي بنا. آه يا لهي ترى ما قدمت له هنا آه لم لا أعرف ما قد تفعله بي كما أن الرائحة هنا غريبة للغاية تبدو كرائحة دماء آه لا أدري ربما أنها رائحة شيء حامض أو ما شابه لا أدري لكن أنا حقا خائفة ربما على أن أعود إلى المنزل إلى يعني أين أنت ذاهبة؟ آه آه لا 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 مكان أنا فقط كنت أنظر حولي هكذا آه تنظرين حولك هكذا حسن إذا تفضلي آه كب كيك أه، أنت حقا تحبين صنع الكب كيك أليس أه، كذلك؟ أجل بالتأكيد أحبه إن أمي خبازة آه تجدين صنعها كثير مثل أمك بالتأكيد أليس كذلك؟ في الواقع لقد اكتشفت فقط الطريقة التي تقوم بأمي بصنعها بالكب كيك منذ عدة أيام فقط آه إذن، حسن إذا سوف أتذوقه أجل بالتأكيد تفضلي أممم أنها لذيذة للغاية هيا تفضلي بالأكل كله أنا لا أمانع آه حقا أجل بالتأكيد آه حسنا إذا شكرا لك وبعدها بضعة دقائق أعجبك آه أجل بالتأكيد إنها جميعا لذيذة للغاية أتريدين المزيد؟ كلا في الواقع فقط أريد بعض المشروبات آه حسنا إذا سوف أذهب أحضر القليل سوف أنتظر آه بعد حدا يؤلمني كثيرا لأن قد ألمني ما عادت هذا الكب كيك لا أدري ما وضعت فيه لكن إنه حق لذيذ آه يا إلهي من انا تلك الرائحة الغريبة عين أذهب لكي أرى بالتأكيد لن تمانع آه يا إلهي أن الرائحة تأتي من تلك الغرفة آه لماذا كلها هكذا مكركبة كثيرا آه يا إلهي بالتأكيد الرائحة من هنا إن الرائحة قريبة للغاية من هنا سوف أفتح الغرفة أنا ما بيها. <applause> يا إلهي جميل من مثل أمي، فقط أولاً قم بإحضار جثة ومن ثم أقتلها وأصنع من لحمها كبكيك. لا أصدق، ما هذا الجنون؟ أنت كفتة مجنونة. علي أن أهرب بسرعة. سوف أتصل بالشرطة. إنه هاتفي لقد تركته في الأسفل. يا إلهي، أين هو هاتفي؟ أين هو؟ أين رحل هاتفي؟ لقد رأيت جثتها، أليس كذلك؟ <هه> لا، أنا، ما لماذا فعلت ذلك؟ أنت مجنونة. <هه> مجنونة؟ أنتم من جعلتوني مجنونة. أنا أنا لم أفعل أي شيء أرجوك اتركيني وشأني فقط كيف تقتلينها كيف تقتلين صديقاتك أنتم لم تكونوا صديقاتي من قبل منذ زمن بعيد وأنا أكرهكم لكن أنا أنا ابتعد عني أيتها المجنونة سوف أهرب من هنا كلا لن تهربين أنا غرقت الباب كلا ماذا لماذا تريدين أن تقومين بقتلنا أليس لديك أي رحمة رحمة اسمتي أنت ورحمتك تلك أنا سوف أقتلك كلا أرجوك غبيتان سوف أقوم بإحراق جثتهم لاحقا علينا أن أذهب الآن لكي أرتاح قليلا عزيزتي لقد عادت آه أمي لقد عادت مرحبا أمي آه عزيزتي ماذا؟ أرى بأنك كنت تأكلين الكب كيك أليس كذلك آه أجل أمي أيضا أعرف لان كيف أصنع الكب كيك فقط مثل ما تفعلينه أنت آه حقا أرى بأنك عرفت الطريقة يا صغيرتي هل استمتعت في تحضيرها أجل أمي بالتأكيد حسنا أنت تريدين تذوقها؟ آه بالتأكيد أعرف أنك بالفعل عرفتي كيف أجل أمي إذا أنا أنت فخورة بي بالطبع يا صغيرتي كما أخبرتك فلتقومي حتى بقتل أي شخص يقف في طريقك أجل أمي هيا اذهب الآن كي ترتاحين أنا سوف أحضر لك الغداء حسنا أمي أنا ذاهبة ها قتل شخص ما لقد كنت أمزح فقط آه يا حقا سعيدة بأنها تعرف الآن فقط أن السر هو بأن نضع القليل من البيض الزيادة أنا سعيدة جدا أنها تعرف الآن صغيرتي لقد كبرت وبس هاي انت السلسلة وأتمنى تكون عجبتكم فا يا طبعا راح يكون السلسلة الجاية الجاية آسفة أنا عم بلخبط بالكلام كتير بس السلسلة الجاية ما ب... ما بتوقع أنها راح تكون يعني رعب مرة تانية إنه خلاص سويت تقريبا ثلاث قصص رعب هيك ورا بعض إنه خلاص من هاتن رعب أوكي ما راح أسوي رعب كتير هاي الأيام أوكي راح أسوي بس قصص عادية احتمال يعني فبس باي باي أشوفكم الفيديو الجاي باي باي